طبعا الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 46 لعيد المسيرة الخضراء تميز بقصر المدة الزمنية وسرعة وكثافة الرسائل. أهم الرسائل وجهت طبعا إلى الداخل للطمأنة على أن الأمر يتعلق ببداية لنهاية لكثير من المآسي التي جنتها علينا القضية الوطنية بسبب طبعا سواء بقايا الاستعمار أو الجوار. إذن المعركة قريبة من الانتهاء، طبعا التداعيات سيكون لها ما بعدها، ولكن أعتبر أن أهم رسالة هي أنه لن نعود إلى الصفر، لن نعود إلى الصفر، وهي رسالة قوية تعني أنه ربما قد نعود إلى 2007. ودون إطالة وبكل تركيز، ف2007 ليست هي 1991. إذن لا عودة إلى الصفر، فليطمئن الوطنيون بأن الأشقاء في المغرب الكبير عليهم أن يستعدوا لاستقبال بنية جديدة بدون أزمة الصحراء. لكن هذه اللغة المطمئنة مشروطة بضرورة تحرك كافة الحلفاء. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطت نوع من الضوء الأخضر لأجهزتها ومؤسساتها على أن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية هو في إفريقيا وعبر المغرب وصحرائه، فإن الحلفاء التقليديين للمغرب لم يحسموا في الأمر ولا زال هناك تردد، وبالتالي فالخطاب الملكي كان صريحا، كان هناك التماس للخروج من الغموض من المنطقة الرمادية، وبالتالي على الحلفاء التقليديين أن يحسموا ويختاروا المغرب بصحرائه، المغرب بصحرائه. الاستثمار لن يكون في المغرب، الشراكات لن تكون مع المغرب إلا في ظل نسق وطني شامل للأقاليم الجنوبية. إذن هذا شرط واضح. هذا الإحراج طبعا ربما قد يجد نوع من الاستجابة، ولكن كما تعلمون أن لبعض الدول المعنية خاصة فرنسا أن لها نوع من الإحراج في علاقتها مع الجزائر. إذن على المستوى الرسمي فالكل سوف ينساق مع الشرع الدولي، وبالتالي نعتبر أن الأمر ليس في هذا، الأمر بأنه الدولة وفي شخصي رئيسها قد قررت من الآن القطع مع كل ما هو مرتبط بمقتضيات العودة إلى الصفر، وبالتالي فالخطاب الجزائري لم يعد له محل، وهذا يشترط طبعا أمرين. الأمر الأول هو أن الخطاب الملكي لا يعني فيما يتعلق بالتضامن والتعبئة، لا يعني القيادة الجزائرية وغيرها من القيادات المتواطئة،
وبالتالي فهو يعني الشعوب. إذن الشعوب الخمسة ولم يقل شعوب ستة، يعني الشعوب الخمسة: ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب أيضا، وموريتانيا. إذا المعنيون والشعوب دائما فلها تعبيراتها، والتعبيرات هي طبعا كل آليات الدفاع المدني، كل الأحزاب الديمقراطية والوطنية التي تؤمن بالوطنية، تؤمن بالوطنية طبعا، تؤمن بالأمة ولكن في حدودها القطرية، باتريوتيك. إذا هذا الجانب مقصود به أنه الفعاليات المدنية والحقوقية طبعا والحزبية، سواء التاريخية أو التي جاءت لاحقا ولكن تتبنى القضية الوطنية، وبالتالي فهذا الخطاب مطمئن. من هنا جاءت الإشارة القوية إلى ضرورة التعبئة مع اليقظة، التعبئة مع اليقظة. إذن المعني بهذا الخطاب طبعا هو الطيف الحقوقي والأحزاب السياسية الديمقراطية والوطنية. إذا المعنيين بهذا الخطاب، وبالتالي ما هي الإمكانيات المتاحة لهم؟ إذا لا يكفي أن نتمن الخطاب الملكي لأنه جزء من تمثلاتنا، باعتبار أن هناك اعتقاد صميم بمشروعية القضية الوطنية، ولكن هذا لا يكفي. ماذا وفرت الدولة لكي نخوض؟ طبعا الخطاب يحتاج إلى تفعيل من قبل الحكومة، من قبل المؤسسات العمومية، من قبل المؤسسات التشريعية، وأيضا المؤسسات الإعلام والأحزاب وكل مغاربة، كل من موقعه. ولكن ما هي الإمكانيات المتوفرة؟ ماذا وفرت الدولة فيما يخص المصالحات البينية؟ إذن هناك تراكم، هناك توتر طبعا خلفته السياسات العمومية السابقة، وأججته أزمة كورونا. إذن لا بد من انتقال للخروج من هذا الجو المتوتر. طبعا من جهتنا كحقوقيين نعتبر بأن لا بد من أن نلعب دورنا على الأقل في علاقتنا مع شعوب المغرب الكبير. إذن فهنا أدعو، وعلى الخصوص أدعو التنسيقية المغاربية لكي تلعب دورين أساسيين: أولا أن تعبئ الأمر كله في اتجاه السلم والأمن، السلم والأمن. نحن في علاقتنا مع الأمم المتحدة نعتبر بأن الأمر لا يعدو أن يخرج عن الأمن والسلم. إذن قضايا التحرر هناك مقاربات، هناك اختلافات في الموضوع، ولكن المهم هو توفير الحد الأدنى من السلم والأمن، خاصة فيما يتعلق بالشق الثاني الذي لا بد للتنسيقية تلعب فيه الدور. على الأقل هناك مشترك كبير في هذه النقطة التي سأثيرها، وهي علاقتنا بالمواطنين الصحراويين الذين يؤمنون بالانفصال. إذن ما دمنا نسير في اتجاه تبني قضية الحكم الذاتي أو حل الحكم الذاتي كتسوية سياسية، إذن فعلينا التفكير في بنيات الاستقبال، في بنيات العودة، ضمان العودة المريحة الإنسانية الديمقراطية للعائدين من محتجزات تندوف أو من مناطق أخرى داخل الجزائر وغيره. إذن المواطنون الصحراويون الذين كانوا يؤمنون بالانفصال الآن سوف يدخلون في مرحلة التناغم مع مقاربة أنصار الاتصال. إذن ماذا وفرنا وماذا سنوفر بالنسبة لهؤلاء المواطنين، باعتبار أن الأمر لا يتعلق فقط بالأرض ولكن أيضا بالإنسان. إذن هذا التعبئة واليقظة مرتبطة أيضا أعتقد بضرورة القطع
مع كل ما من شأنه أن يعيد الماضي ما دام الخطاب الملكي يؤكد أنه لا عودة إلى الصفر، فأيضا في ذلك الصفر هناك ماضي أسود. إذن ماذا قامت به الدولة وماذا ستعمل على القطع مع الماضي بانتهاكاته وأعطابه التي كان للقضية الوطنية دور كبير جدا، خاصة على مستوى الكلفة البشرية والكلفة السياسية. شكرا. إلى عجبكم الفيديو ما تنسوا تديروا جيم وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.